The last where? دي أشكال مختلفة من الجلاس وير اللي هتتعامل معاه في المعمل. Handling of glassware, cleaning, lubrication. Cleaning للجلاسوير ممكن بالووتر والسوب with aid of brush، أو ممكن لو عندي resistant stain صعب إنها تطلع فممكن عندي بالكروميك أسيد ميكشر، بس نتعامل معاه with great care عشان هو corrosive. Lubrication بعمله بين الجلاسوير ب thin film of vaseline أو جليسرين أو liquid paraffin عشان أمنع الجلاسوير إن هي stuck مع each other. هنا هعمل lubrication of the joint عشان لما أجي أدخله في الفلاسكة أو الكوندنسر لما أجي أخرجه بعد كده ما يحصلش stuck معاه. ليه بعمل lubrication؟ عشان زي ما قلنا نمنع الجلاسوير من هي stuck مع بعضيها وتو بروفايد اير تايت سيل. لو الجلاس وير فيوزد مع بعضيها هعمل ايه واتغلب عليها ازاي؟ اول حاجه قلنا سيم فيلم من الجليسرين، وممكن بعمل تابنج ويز ذا وودن هاند اوف السباتولا، او ممكن بسخن في الستيم او الووتر باث. نوتس اون ذا لوبريكيشن بروسيس. المفروض كميه اللوبريكنت تكون سيم فيلم ولا تو ليتل اماونت عشان ممكن تعمل فريزنج اوف الجلاس وير، ولا تو ماتش عشان ممكن يحصل كونتامينيشن للكونتنت اوف الجلاس وير.